مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء التعليمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة ومؤنسا لنا فيه قبورنا وأيضا منهاجا لنا في حياتنا. نسأل الله القبول يا رب العالمين. أرحب بكم في هذا اللقاء التعليمي ببرنامج مع كتاب الله، واليوم بمشيئة الله تعالى مشاهدي الكرام سنقرأ من سورة البقرة والآية 87. ولكن في بداية هذا اللقاء، حتى تفتحوا المصحف الكريم الشريف وتقرروا معنا القراءة، أرحب بضيفي الكريم من يعلق معي على الأحكام التجويدية، فضيلة الدكتور السيد محمد أحمد، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. مرحبا بك يا دكتور. يا مرحبا بك. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ محمد السيد متولي من يطبق ويقرأ معنا هذه الآيات المباركة. مرحبا بك. يا مرحبا بك. فدكتور السيد، عن الآية 87 أود أن نستمع إليها والمشاهد الكريم بيفتح المصحف ويقرأها لنا ترتيلا. تفضل مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله يفتح عليك. مع دكتور السيد، عايز أقول يعني المشاهد الكريم، هل هذه الآية الكريمة مرتبطة بما قبلها من الآيات ويتحدث أيضا عن بني إسرائيل؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، آمين. وبعد، إذا نظرنا حضرتك إلى الآية السابقة ثم التي فوقها ثم أنتم وآية أولئك، نجد أن الآية ثم أنتم هؤلاء ختمت وما الله بغافل عما تعملون. وقلنا في اللقاء الماضي أن كلمة تعملون قرئت بالتاء والياء، ووسم العلماء الوقف عليها بالتام، وهذا إذا اعتبرنا أن أولئك استئنافا وكلاما جديدا غير مرتبط ولا متعلق بما قبله. ثم إذا نظرنا إلى ختام الآية، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ينصرون الوقف عليها أتم من الوقف على تعملون، لأن الكلام قد اتصل وتم المعنى وفهم المراد من الآيات السابقة. وإذا نظرنا إلى مطلع الآية الجديدة التي معنا، نجدها بدأت بالواو واللام وقد. وقد حرف يفيد كما يذكر النحاة التحقيق والتوكيد. التحقيق والتأكيد للمعاني التي تأتي. والمولى عز وجل يخبرنا في هذه الآية أن ويذكر بني إسرائيل المعاندين على طول الزمن أن تذكروا أني أرسلت إليكم موسى وأنزلت عليه التوراة ثم أتبعته برسل من بني إسرائيل، فكما كان ثم أتبعته بعيسى وآتيته الآيات البينات الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعلكم تهتدون، ولكن فريقا كذبتم من هؤلاء الأنبياء وفريقا تقتلون. فهذه الآية سورة مستقلة منفصلة عما قبلها. نعم. طب ما دكتور، يعني أنا هسمع فضيلة الشيخ محمد السيد تاني ترتيلا ودعه يقف كيفما شاء في الآية، لكن قبل أن يقرأ القارئ الكريم أذكره بأن البسملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح مغاليق الأشياء ببسم الله. يعني وأما من ناحية الرواية ففي يعني لا ليس هناك أمر يوجب البسملة، لكنها تقرأ من طريق ابن المعدل عن حفص أنه قال
ففي البدء بالأجزاء أجزاء الصور ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا لبسملة بل للتبرك مستقري. فنحن نقرأ الاستعاذة ثم البسملة للبركة. نعم. كما قال الدكتور، لكنه يعني التمس له العذر لعله ظن، يعني كما نحن الآن البرنامج تعليمي. نعم. فبدأ بالآيات الكريمة مباشرة. نعم. يعني اقرأ الآية الكريمة ترتيلا وقف حيثما شئت. نعم. ودكتور يصوب لنا أنواع الوقوف في الآية الصحيحة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله يفتح عليك. الوقوف اللي وقفها فضيلة الشيخ محمد السيد متولي، يعني يا ريت تصوب لنا. يعني الآية الوقوف تتردد فيها بين الجائز والكافي. حتى رأس الآية فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقفا كافيا وسماء، والكافي هو ما تعلق بما بعده معنى لفظا، ان بعده ايه فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولما جاءهم كتاب. فالكتاب مرتبط صحيح. هو وقف الاول وقالوا قلوبنا عفوا وقالوا قلوبنا غلف، هو في نفس السياق، ولذلك الوقف على راس الايه كافيا. نجد ان القارئ الكريم بارك الله فيه وهو صاحب صوت جميل واداء فيه يظهر فيه الخشوع، ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، فالوقف هنا جائز. نعم. وسماه بعض العلماء بالوقف الصالح وهو ما يساوي الجائز. نعم. وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقف. هنا الوقف يعتبر من الوقف الجائز أو الوقف الكافي. وأتينا عيسى بن مريم وأيدناه بروح القدس ولو شاء أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. قالوا بأن الأشموني قال الوقف هنا صالح ومن يسوي الجائز، لكن أنا كنت أود من حضرتك بما لا تهوى أنفسكم لا تبدأ به، قد تبدأ باستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا. صحيح، المعنى أتم أو برضو يعني لا غضضة في ذلك إن شاء الله. نعم. طب لو قلنا الأحكام التجويدية الموجودة، أن انتهينا من أنواع الوقوف، الأحكام التجويدية الموجودة سريعا يا مدرب. أين ولقد أتينا، أحرص على القلقلة. نعم. أن تكون القلقلة في الدال، ولقد أعلى بالقاف ثم أقلقل الدال، القلقلة المتوسطة لأنها ساكنة في الوصل والوقف. أتينا موسى الكتاب، أحرص على الحركتين في البدل والطبيعي. أتينا موسى الكتاب وقفينا، أحرص على الهمس في حرف الفاء وقبله أرقق الواو والقاف. من بعده بالرسل، بالرو فالراء مشددة مركبة من رأين، الأولى ساكنة والثانية مضمومة فأدغم الساكن في فيما بعده، والمدغم يأخذ حكم المدغم فيه تفخيما وترقيقا. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. القدس وصفر في السين الصفرية الموقوف عليها من المرتبة الثانية لمراتب التصفير. أفا كلما أفتح الفم فيها لأبين ترقيق الحروف كلها في الكلمة. أفا كلما فكلما جاءهم رسول جاءكم رسول بما رسول بما إطباق الشفتين في الإقلاب كما تكلمنا عليه مرارا وتكرارا إطباقا خفيفا لنخرج من دائرة الخلاف. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. استكبرتم أبدأ بالكسر لأن ثالث الفعل مفتوح، وفعل الأمر إذا كان ثالثه مضموما يبدأ بهمزة الوصل بالضم، لكن النقطة الجوهرية التي من أول الختمة أول مرة تقابلنا وهو الإخفاء عند الكاف والتاء. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا ما نود الوقوف معه. يعني الإمام ابن الجزري قال إن الحروف حروف الإخفاء
تنقسم إلى مراتب بالنسبة للإخفاء في صوت الإخفاء. فهناك حروف يعني مراتب الإخفاء أعلى، أعنى يعني تكون شبيهة بالإظهار، وأوسط وأدنى. أعلى عند الطاء والدال والتاء. لما أعلى؟ لأن الطاء والدال والتاء يشتركوا في المخرج مع النون اللي هتخفى عنده. ثم أدنى عند القاف والكاف، لأن القاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى أق، ففصل بينهم وسط اللسان، وهو إيه؟ فصل بين المخرجين. فمخرج طرف اللسان الذي تخرج منه النون ومخرج القاف والتاء متباعدان للقاف والكاف، لأنه فصل بينهما مخرج. ولذلك الإخفاء عند الطاء والدال والتاء شبيه بالإدغام، والإخفاء عند القاف والكاف شبيه بالإظهار. الشبه وليس إدغاما وليس إظهارا. فالقارئ المدرب المتقن للأداء لا بد وأن يظهر في صوت الإخفاء في أدائه فريقا. التنوين عند القاف عند الكاف صوته يختلف عن التنوين عند التاء. نسمح لنا دكتور كده نسمحها. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هناك فرق. فريقا كذبتم فريقا تقتلون. هنا افترش اللسان ونزل في بجوار الأسنان من الداخل. يعني الإخفاء يخطئ فيه الطلاب الصغار. يتعلمون التجويد، يعني مثلا يقرأ يقول فريقا كذبتم. هما يعني التصق طرف اللسان مع لحمة الأسنان العليا فأخرج النون. حينئذ ليس إيه إخفاء، إنما الإخفاء لا عمل للسان فيه. يعني إيه لا عمل للسان؟ أي لا يلمس طرف اللسان لحمة الأسنان العليا وهو مخرج النون. فكيف تخفيها؟ تسترها. تستر الساعة موجود لكن أنا سترتها خبتها. فهي موجود لكن لم يقضى عليها كما فعل للنون في حروف يرملون. فهي مستورة، ويعوض عن هذا الستر بالغنة من الخيشوم، وهي صفة النون، وهي نقطة جوهرية في الآية الكريمة. أي نعم. طب أنا أسمع يعني في ختام هذه الفقرة الآية من فضيلة الشيخ محمد تاني، بحيث برضك أنه يفصل لنا هذه النقطة الجوهرية وبتأني حتى يسمعها المشاهد الكريم ويطبق معنا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله يفتح عليك يا مولانا. انتهينا في هذه الفقرة من الآية 87 من الأحكام التجويدية. ابقوا معي مشاهدي الكرام حتى ينضم إلينا الأستاذ حسام صقر ونكمل معكم الأحكام والمقامات، وأيضا نرخي العلم النغم على هذه الآية المباركة. ولكن دعوني قبل خروجي الفصل أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الدكتور السيد محمد أحمد، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، على هذا اللقاء. أشكرك يا دكتور. شكر الله لك. نعم. كونوا معي مشاهدي الكرام حتى عودتي من الفاصل. كنتنا لكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بحضراتكم جميعا كما أرحب بمن انضم إلي في هذه الفقرة، وهو فضيلة الدكتور حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية. مرحبا بك دكتور حسام. مرحبا دكتور. يا مرحبا بك، ونسعد بحضرتك في هذا اللقاء وتعليقاتك على المقامات والنغم. احنا كنا في الآية رقم 87 من سورة البقرة. وما زلنا حتى عودتي من الفاصل مع هذه الآية المباركة. طيب ايه راي حضرتك، نبدا بالتحقيق الاول ولا بالترتيل؟ نبدا بالترتيل وبعدين نتكلم في. طيب كويس، خلينا في الترتيل الاول ان شاء الله، وبرضك بنفس النغم والمقامات، وبعد كده علق عليها فضيلة الدكتور حسام. اتفضل يا مولانا فضيلة الشيخ محمد السيد متولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. افتري قول لي يا استاذ تعليقك على المقامات وازاي بدأوا. حضرتك فاكر الحلقه اللي قلنا فيها نمشي فيها عكس الاتجاه؟ انا يعني نصير هذه المقوله دايما لتجنب المغالاه في النغم وتجربها على الحكم القراني. صحيح. فضيله الشيخ قبل ما انضم لحضراتكم كان بيقرا من مقام البياتي. فهو استرسالا هنا لمقام البياتي وتغييرا للحال، لان هذه الايه ما هياش يعني ما هياش على صله مباشره بما قبلها. يعني بمعنى ايه؟ ان انا هنا ببدا فقره جديده الله سبحانه وتعالى بيذكر فيها الناس او بيذكر فيها بني اسرائيل بنعمه جديده. يعني ولقد اتينا موسى الكتاب، حصل كذا وكذا وكذا. صحيح. مختلفه عما سبق. فبالتالي كان يستوجب تغيير المقام. فلما يجي يغير المقام لازم يغير من نفس العائله الصوتيه. يعني نفس المقام بس فرع له. هو خد من البياتي مقام اخر زيه. على نفس الدرجة. صحيح. الحجاز. فابتدى دخول الحجاز هنا دخول مستقر وفيه إضافة للمعنى السابق، يعني نعمة تضاف إلى النعم اللي ربنا ذكرهم بها قبل كده. يعني الحجاز أفضل. الحجاز هنا أفضل بكتير وتكملة للحكي والحوار في نفس الطبقة الصوتية، علشان كمان ما يخرجش المستمع من حال إلى حال آخر. هو عايز يفكروا دايما إن أنا الطبقة الصوتية دايماً واستقرارها إحنا أحيانا بنقول عليها ميزان القراءة، ودي في الترتيل أفضل. نعم. حتى لا ينفر أو لا تنفر أذن السامع. بالضبط، ميزان. نعم. القراءة. فهو من نفس الطبقة الصوتية كمل بمقام آخر علشان يضيف نعمة على أنعم ربنا. صحيح. أنعمها قبل كده. فلما يجي في الآخر بقى يقول لي ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ويقفلها على قرار المقام إن ده كان رد الفعل منه. طب نسمعها منك دكتور حسام كده. يعني بنفس مش هضيف على فضيلة الشيخ كتير. يعني ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. باخد التنوع الصوتي داخل المقام الواحد عشان يعني يبقى ابقى متفاعل مع الوقفات، مع الكلمات. صحيح. مع كلمه الرسل مكانهم فين، مع كلمه روح القدس مكانها فين كتصوير. لازم. صحيح. ابقى مراعي الصوت ده ينفع في الجواب، ينفع في القرار، ينفع في جنس الفرع، وفي النهايه رد الفعل اللي حسب عليهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طب نسمعها من فضيله الشيخ محمد سامي تولي ويدينا. نعم. بقى الصورة التصويرية الجسدية للقرآن الكريم. نعم. توافقنا. نعم. على هذا التعبير. طبعا دكتور حسام. طبعا. اتفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. اسمح لي هقطعك بس هنا
في حاجة في البلاغة اسمها الإجمال والتفصيل. الآية هنا عندنا في وقف على وقفينا من بعده بالرسل عشان يفصل، ومش كده وبس، وآتينا عيسى بن مريم البينات، ومش كده وبس، وأيدناه بروح القدس. الحاجات اللي أنا عندي فيها رخصة إن أنا أقف، إن يعني الله يحب. دي في المصحف فيها وقفات. أنا عندي في وقفات صلي. نعم. يعني في إيه فوق الرسل؟ في عندي مثلا صلي على بالرسل. يعني الوقف. الصلي يعني الوقف. أولى. لا. الوصل أولى. نعم. الوقف جائز. لكن أنا وصلتها عشان خاطر أضبط المقام. ما هو الدكتور عيد اشترط علينا إن إحنا نشرح المعنى. تمام. نشرح المعنى. فبما إننا بنشرح صحيح. المعنى فتعالى نعمل تفصيل وإجمال. ما فيش أي مشكلة. يعني إيه المانع إن أنا أقف؟ وبعدين اعمل وصل بما قبله. وبعدين ما هو اصل صلي الوقف أو الوقف جائز والوصل اولى، فما دام الوقف جائز ممكن تقف. اقف وهات من قبلها ووصل. قبلها. تمام. يعني يبقى تفصيل الاول للمستمع وبعدين اجمل الموضوع. نعم. وده اللي كانوا بيعملوه مشايخنا، يعني مثلا كان ايه؟ يعني بعيد عن هذه الايات، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يفصل وبعد كده يقول خلق الإنسان من علق، وقوم جاي قاري من أول لحد علم بالقلم. الله. يبقى تفصيل. تفصيل الأول بعد إجمال. الأول تفصيل وبعدين إجمال. نعم. طيب فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله يفتح عليك. فتح الله لك. خلي بالك ان مقام اللي انت حضرتك قريت منه ده مقام الهزام. عامة الناس بتقول عليه مقام السيك. في ناس لما بتدخل في مقام السيكة بتستغرق فيه، لأنه هو أصلا مقام استغراق، مقام استلام، فبيبقى الخروج منه حكم على نفسه أن الخروج هيبقى بعد مدة أو الخروج هيبقى صعب شوي. ده أنا دايما بأجل المقام ده لآخر القراءة، يعني ما بجيبوش من أولها. طب واخر القراءه اللي انت قلت مش هختم بسرعه فيه؟ تمام. انا ده يعني بقول عموما يعني لذلك انا يعني كنت لا احبذ ان احنا نقرا هذه الايه بهذا المقام، بمقام السيك. كنا احنا نفضل مكملين من الحجاز الفرعي اللي حضرتك كنت بتقول ده، لحساب ان الايه يعني قصيره والقراءه مدتها قصيره. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني الافضل حجاز مش نجيبها بالسيك. هنا الهزام ضر بالصحه هنا. يعني طب ناخدها بالحجاز عشان المشاهد برضه يستفيد. وبرضه يعني راعي دايما ان كلمه الرسل لا يجب انها تكون في نفس مستوى الصوت بتاع العباد. ايوه لان لهم افضليه، لازم صحيح. تبقى عاليه. كلمه روح القدس برضه لازم تبقى عاليه. يعني خليك متعايش مع الكلمات اكتر. تمام. انهي كلمه تنفع تيجي في القرار وتيجي تنفع تيجي في الجواب؟ طب بلاش لا ده ولا ده، خليها معلقه وهتدي لك نفس المعنى. صحيح. نعم.
طب نقول كده نطبق الكلام ده اللي استفدناه من حسين دكتور حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. نفس القصة، احنا رحنا على الرصد ووقفنا. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الله على يا الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ايوه اوصل بقى زي ما حضرتك عايز يعني. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. تمام. ولما توصل علق كلمة بروح القدس بعدها. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم. أفكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله يفتح عليك مولانا. بهذه القراءة الطيبة مشاهدي الكرام نصل إلى ختام لقاء اليوم، وكنا بنقرأ في الآية 87 من سورة البقرة. أشكركم على حسن المتابعة كما تقدم بقصد الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية. أشكرك مع الدكتور على هذا اللقاء وتعليقاتك الجميلة وأيضا تعليقاتك على النغم والمقامات، أشكرك جزيلا. بارك الله فيك. كما تقدم أيضا بقصد الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد السيد متولي من كان يطبق معنا هذه الآيات المباركة. أشكر لحضرتك وأشكركم مشاهدي الكرام، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.